هي حملة وطنية على المستوى الوطني على شكل دفعات، الدفعة الأولى، الدفعة الثانية، الدفعة الثالثة. الدفعة الأولى خصصنا الجزائر العاصمة بإذن الله تعالى ومناطق بخصوص مناطق الظل. قمنا بهذه الحملة الوطنية على عدة ولايات، منها ولاية الجلفة، المسيلة، المدية. جئنا للجزائر العاصمة، هذه المبادرة قمنا بها هنا في الجزائر العاصمة انطلاقا إلى عدة ولايات. الجمعية الكريمة هذه تبرعت بقفة رمضان للمعوزين على مستوى بلدية تاعنا، وإحنا شاكرينهم شكر جزيل، وهذا لا يزيد يرفع في معنوياتنا إحنا في نضالنا اليومي، وإن شاء الله نلبيو أكثر عدد من المعوزين على مستوى بلديتنا.